احنا عارفين مكانه ابو زياد، ما بيغيبش عن عينينا لحظه. هو ما بيقابلش غير اللي اسمها دينا دي، اخت سلمى مرات حازم. لا احنا تمام، احنا في انتظار اشاره منك للتنفيذ. تمام يا امجد، بكره الاخ سعيد راح يكون عندك باذن الله، وهو راح يقول لك شو بده يصير. يضل تحت عيونكم طول الوقت بدون ما يحس بيكم. واحذر ياسر، ياسر مو سهل. السلام عليكم.